تفضلوا. شكرا. صحة وهنا. انت عرفت تصور الرسالة اللي بعتها منصور لشيرين، وبعدها كمان عرفت تبيعها لصبحي، وهلأ حضرتك مو عرفان تلاقيها مزبوط؟ صبحي خلاص مات، شو أهمية صورة رسالة مثل هي؟ أبصر وين بيكون مخبيها. عمر مرشح حاله للانتخابات، وأي شيء جديد بيظهر رح يخربط البرنامج الانتخابي وتتشوه صورته بين الحزب والناس كلهم. المحامية دينا، انتو فتشتوا مكتبها؟ ما لقينا أي شيء بنوب. لو الرسالة عندينا كانت عطتها لشيرين فورا. احتمال كبير يكون حطها صبحي ضمن ظرف مسكر على أساس أنه وصيته. انتو فتشتوا بيتها؟ لا. دينا سافرت على إيطاليا، بيتها فاضي، فتشوا على راحتكم. طيب اليوم رح نفتش بيتها منيح. تحملي شوي صغيرة، رايحين هلأ على بيتنا الجديد، رح تحبيه كتير، وخصوصي انه هذا البيت رح نبلش فيه حياة جديدة. ماشي؟ استني شوي بس. خلص يا روحي. خلص. تفضلي هي زهورات. اسلموا ايديك. وهلا صرنا نضاف وحلوين، واكيد حبيبة قلب الماما مرتاحة وبدها تنام. يا عمري خلص، بعرف انه هلا وقت نومك، يلا نام يا عمري يا روحي. انت الف مبروك، قدرت تقنع رئيس الحزب بكلامك. شكرا حنان، ساعدني كتير الملف اللي انت قدمتيه، شكرا لك. في عنا اجتماع الساعة 2 مع الوفد اللي جاية من أنقرة، إذا بدك خلينا نطلع ناكل بشي مطعم. عفوا. ألو نعم شيرين، شو قال لك الدكتور؟ بصراحة عمر، أنا وأميرة هلأ بالطريق رايحين. شو يعني لوين رحتوا؟ على بيتي أنا. شو؟ رح كون مرتاحة هنيك، بعرف البيت اللي على البحر. شو مفكرتيني بعرفه يعني؟ لو انك رضيت تسمعني كنت عرفته، حكيت لك اكثر من مره انه بدي اشتري بيت على البحر. شيرين ارجعي على البيت فورا. هداك مانو بيتي انا ولا بيت اميره. شيرين ارجعي على البيت وخلينا نقعد نحكي. اذا حابب نقعد ونحكي، انت بتعرف وين انا ماشي. شيرين لا تخلي جناني يطلع. عمر لا تخاف، ما رح سكر تليفوني، ومشان مريم هي ما لها علاقه بالمره. خلص انا اخذت قراري عمر، وما رح ارجع على بيت المزرعه، ما بدي اعطلك اكثر من هيك. إذا كان في شيء ضروري وحابب أجلك الاجتماع ما في مشكلة أبدا. والله يا ريت إذا فيك تأجليه. الوفد اللي جاي من أنقرة يمكن يبقى هون كم يوم، ما بظن في أي مشكلة. طيب أنا رايح، شكرا. الله معك. مريم كأنك مبكرة شوي. عزيز انت شو بدك تقول؟ ايه ما لقيتي غير هون لتخبي المصاري. هلأ فهمت، مصطفى كان يحب هالمكان، الذكريات الحلوة كنتوا تعيشوها بهالمحل. يلا ننزل يا حياتي، يلا يلا تعي شوفي بيتنا الجديد. ها شوفي يا عمري، شوفي ليكي.
وهي الحديقة شوفي شو حلوة. شو لساتك نايمة؟ عم تستني حدا يا خانم؟ مرحبا. شيرين خانم، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. وسهلا. الله يحميها. شو لسه ما خلص؟ لا، شوية وقت وبيكون خالص. أنا وبنتي رح نسكن هون، البيت خلص صار لإلنا. أكيد أكيد طبعا، بعدين أنا مو مفكر بيعه لحدا تاني. هذا بيتكم، تفضلي لجوا. شكرا. امبارح نظفوا البيت، ان شاء الله رح يعجبكم يا خانم، واذا نقصكم اي شيء فورا بنجيب لكم اياه. ريحه كثير حلوه هون. هذا الملطف مرتي بتحبه كثير، وين ما راحت بترشرش منه. شكرا لك. ولو واجبنا. وهلا عن اذنك. وهلا رح فرجيكي شغله حلوه كثير. البحر شو حلو؟ قولي لي مبسوطة؟ شوفي 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 ليكي ليكي، هدول حلزونات صغار، في كتير منهم هون. تحمل بيتها على ظهره وبتمشي. مرحبا شيرين. شوفي مين اجا. يلا شيرين، هذا البيت كتير حلو. اهلا وسهلا. وهذا خاله فراس، وجايب معه خالته ليلى. معك حق، البيت بجنن واطلالته كتير حلوة، بس المشكلة انه بعيد شوي. جبتولي اغراضي معكم؟ سلم ايديكم شيرين. في مطبخ بالبيت؟ ايه حبيبي، ليكو جوا على اليمين. انا فايت على المطبخ، بدي ساوي شاي. ماشي. طيب حبيبي، تأكد بطريقك إذا في شي ناقص مشان نجيبه هلا. ليلى، أنت أكيد بقى يعني عنا للمسا، ما هيك؟ لا شيرين مشغولة كتير اليوم، أنا أجيت لهون حتى أشوف الحلوة وسلم عليها. كتير منيح، خديها شوي. دخيله. يلا، المصاري وين موجودين؟ إذا كانوا موجودين. أكيد موجودين، لكن خلينا ناخذهم. ليكن بالعلبة اللي عرفها هنيك. أنت جهزيهم وأنا رح أتصل بتبع الجوازات، بدي أشوف وينه حتى روح شوفه. ألو، شو صار لك؟ شردتي وقت شفتي هدول الصور؟ روحي طالعي المصاري، يلا تحركي. الو، عزيز معك. اي والله، وين بتحب شوفك؟ استنى استنى لاكتبه. ألو، أنا بتصل فيك بعد شوي. شو هدول؟ ما بعرف، أنت وين لقيته؟ لقيته بالدرج هون. أكيد لمصطفى، أنا ما بعرف شي عنه. ومليان كمان، والمكان كتير منيح، يعني إذا قتلتي حدا هون ما حدا بيحس عليك. عزيز، أنت شو بدك تقول؟ اللي سمعتي. أنت مفكر أني جبتك لهون مشان أقتلك؟ نو، بس إذا شفت المصاري أكيد رح أكون مرتاح. هدول نص مليون،
منيح مشان ما اتعذب انا وياك بالمانيا. انا اسف مريم، ما بعرف شو اللي خلاني اقول هالكلام. ماشي، منيح اللي شفته. انا خايف تاذي حالك فيه حبيبتي. طبعا الله لا يقدر، انت ما لك شغل فيه عمري. رح اخده معي احسن ما يضل هون بالمحل. نمشي؟ شو رايك نروح على المحل ونشرب لنا شي كاس؟ لا انا ما فيني. على راحتك. يعني علي ما حاول يصالحك بالمرة؟ لا، كنت مفكرة انه حبكم اكبر من هالمشاكل. انت شو بتقصدي؟ كنت قايلة لعمر انه علاقتكم ما رح تتأثر بكل المشاكل اللي عم بتصير، حبكم رح ينتصر. بس عمر كان رأيه غير هيك. كيف بدك يعني نتصالح بهالسهولة؟ جدن قاتل وما حدا منهم رضيان يعترف، ابي انظلم بالسجن وخليل ما عنده مشكلة ابدا. بتعرفي انه حكيك بيشبه حكي عمر كتير؟ شو؟ علي ما له علاقة باللي ساواه جده. لا تحاسبي على شيء هو ما عمله، انا انظلمت كتير بسبب عائلتي وكنتي كانت سبب كل المشاكل يلي بيناتنا. فهمتي شو بقصد؟ شيرين انا بحبه لعمر، بس بحب اعيش معه بعيد عن عائلتي وعن عائلته وعن كل الماضي البشع اللي عشته. طيب العائلتين شو رح يصير فيهم؟ ولا شيء، رح يبقوا طبعا. على القليلة نحن رح نطلع من سجنهم الكبير، ولازم يتقبلوا فكرة انه نحن عائلة كمان وبدنا نعيش بعيد عنهم. عمر وشيرين واميرة عائلة كمان. عطوا حالكم فرصة لحتى تطلعوا من هالمشاكل. علي بحبك كتير ليلى. يا ريت بقدر كون مثلك شيرين. انتي لازم تعملي شي، انسي عائلتك وعائلته وفكري بعلي وبحياتكم الجديدة. صبلك شاي كمان؟ لا صار لازم روح فورا. بهالسرعة هاي؟ الله معك. ديري بالك على حالك. باي. ان شاء الله الف مبروك مريم. تسلم خالد. شكرا. امتى عم تفكري تسافري؟ قلتي لي رح تخلصي شغلك وتسافري انت وابنك. مزبوط، بس لسه بدي شويه وقت وبعدها مسافره. انا من فتره قصيره عملت له صيانه عامه لليخت، بس اذا بتدبري معلم يفحص المحرك بيكون احسن لكم. يا الله، بصراحه انا ما عندي فكره ابدا عن هيك شغلات. انا رح ادبر لك اياه. شكرا كثير لك. عندك فكره قديش بياخذ وقت؟ يعني شي يومين ثلاثه مو اكثر. اي بسيطه، بهالفتره كون خلصت كل شغلي. ان شاء الله موفقه يا بنتي. بعد هيك يا أمورة دخلت الأميرة من الباب على الصالون، وطبعا كان الأمير سابقها على الصالون، وبلش يقرب من الأميرة هيك شوي 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 شوي. قرب وسلم على الأميرة وقال لها تعطيني شرف الرقصة معي؟ بس الأميرة ما قالت له موافقة دغري، وضلت عم تطلع عليه. قوت حالها شوي وقالت له خلينا نتعرف. عمار. مرحبا فراس. مرحبا أميرتي. أنا خالة. كيفك حبيبتي؟ أمورتي؟ حبيبتي؟ هذا بيتك الجديد؟ ظاهر طلعت متذكر كلامي القديم وقدرت تعرف عنوان البيت. ما رح أعطيك بنتي عمر. لا تنسي إنه هي بنتي كمان.
شي اكيد. مالي رايحه بالمعخده، معناها رح تبقى هون. عمر اعطينا فرصه ثانيه، خلينا نبلش حياتنا الجديده بهذا البيت ولحالنا وعلى البحر، انا وانت واميره. ماشي حياتي. شو إلي؟ عم أقول ما بعرف شو بدي ساوي. ليش معلم لي؟ كون في شي مو عاجبك؟ لا هدول كلهم تمام، بس أنا شاغل بالي شي تاني. إذا كان في حدا ما بتوثق فيه شو بتعمل؟ بقطع علاقتي فيه فورا، شغلتنا خطيرة كتير وما بتتحمل هيك شي. أنا ما عم بحكي عن الشغل، أنا قصدي بشكل عام. شو واحد ما بوثق فيه ابنه شو بساوي؟ كمان بقطع علاقتي فيه. طيب وإذا ما كنت متأكد؟ يعني بركي كنت فهمان الموضوع غلط. روح وقل له هالشي. ايه روح طبعا. يعني المفروض اني صارحه وقل له وخبره عن مشاعري تجاهه، احسن ما خلي هالمشاعر جواتي واتضايق. وإذا كانت ردة فعله غريبة شوي، ايه لسه في عندي شغل كثير، بس هلأ لازم روح وارتاح. يلا تصبحوا على خير. وانت من أهله؟ فراس ما قعد من الصبح، هو بيحب يكون كل شي مرتب من الصبح، عم يحوص بالبيت ويشتغل وبيعرف يطبخ منيح كمان. بالله أنا اللي عملت الأكل، أنت مفكر أنه الطبخ شغلة سهلة حبيبي؟ طيب ما قصدت، تعالي شوي لعندي حبيبتي. طيب يلا. مرتاحة؟ ما عم صدق أنه أخيرا حلمي عم يتحقق. شامم الريحة؟ حلوة هالريحة. ايه الريحة حلوة صراحة، انا من زمان لازم اقعد هيك عادي. عن جد انا مبسوطة، حاسة حالي رح طير من الفرح. بهذا البيت بنقدر نبني حياتنا من اول وجديد يا عمر، وانا متأكدة انه كل مشاكلنا رح تنحل. نحن من الاساس بنقدر نساوي كل شي بدنا اياه. بنقدر، بس بهذا البيت من بعد ما تكمل عائلتنا بوجودك، كل اللي بتمناه انه نعيش مع بعض مو اكتر. أحلامك هي ما بنقدر نساويها ببيت المزرعة. ما فينا يا عمر، طالما أنت رح تضل تفكر بعائلتك وبمشاكل الماضية اللي عايشة بحياتنا اليومية، أكيد ما رح نقدر نعيش حياتنا الطبيعية ورح نضل نتخانق. وأنت متأكد من اللي عم قوله، وأكتر شي خايفة منه أنه السياسة تاخدك مني ومن بنتنا. لا تخافي بالمرة، ما رح يصير أي شي من هاد. البحر دائما له جو خاص وبيخليك تعيش حياة تانية. صح، مصطفى كان يحب البحر كتير، كان يقلي خود نفس عميق لأنه البحر بيصفي الروح. عن جد أنا آسف. لا مو مشكلة، ذكريات مصطفى صايرة عم بتفرحني كتير. تعرف علي، أنا مشتاقت له بس عم واسي حالي. أنا بحياتي ما رح أقدر أنساه. إيه مصطفى ترك ذكريات من الصعب ننساها. أنت متزعل مع ليلى شي؟ إيه زعلانة مني كتير، الظاهر إنها مقهورة من اللي صار. طيب ما حاولت تحكي معها وتصالحها؟ طبعا حاولت أحكي معها واعتذرت منها، بس هي كمان رفضت وما حكت. ستي، بما انه هاليومين انا وحيد وما عندي حبيبة، خليني روح لعند يوسف لانه هو ابن الغالي وانا كتير بحبه. يلا باي.
شوي تاني بس. طيب. انت كمان تعي لجنبنا. وقت عم حس بنفسها عم برتاح من جوا. واكيد هي كتير مبسوطة كمان لأنه أبوها نايم جنبها. وكمان مبسوطة لأنه عندها أم حلوة بتجنة. مبسوط. هي أكتر شي بتحب أمها لما بتكون جوعان. لا حبيبتي، هي بتحبك دايما. وأنا كتير بحبها. أنا مستني لحتى تكبر مشان أحكي لها كل شي عن عيلتها. وشو رح تحكي لها؟ لازم تقليها هون إلي بالأول. رح أحكي لها كيف حلمت فيكي بصغري، وقت أبي كان ياخدني معه على المنحلة. بتذكر كيف كنت شوفه مثل أبطال الحكايات، وبدون ما يخاف كان يفوت إيده بين النحلات، ولما يسحب إيده يكون ماسك فيها قرص عسل بيشبه القمر بس لونه أصفر. من هداك الوقت أنا كنت أحلم بوحدة مثلك. شو صاير معك؟ شيرين ضليت فاتح المي شي خمس دقايق بدون فايدة. مو معقول المي شو باردة، كنت رح اتجمد. حبيبي الحق عليك، كان لازم تقلي قبل ما تفوت. وكيف بدنا نحمم أميرة؟ يلا قومي خلينا نرجع على البيت. يا علينا عمر، خلصنا بقى، في ما صوت كتير. طول بالك، هلا أنا بشوف شو المشكلة وبتصرف. روق، استني شوي حبيبتي، شوي وبرجع لك. شيرين خلينا نرجع لو سمحتي. يا سلام، وهذا كمان تعطل. فراس هلا رح يسخن مي، بس طول بالك شوي. نشف شعرك احسن ما تمرض. كيف بدي نشفه وهذا منزوع؟ شو هالحظ ها؟ شيرين ليكي هيك كمان الكهرباء انقطعت، ما في عنا حل غير نمشي من هون. يلا خلصينا بلا عنادك. ايه روق، بجوز بسبب السخان انقطعت الكهرباء. طول بالك، انا هلا بروح وبشوف. بس دقيقة شيرين، خلينا نمشي، واضح انه كل شيء هون مو شغال. بنتي، اميرتي، لا تخافي يا حبيبتي، بابا رح يضل جنبك لتجي الماما. شيرين، شو يا حلوه، ما تاكلي هم، بعدك رح نرجع لهداك البيت، ما رح نضل قاعدين بهذا البيت. عمر فيني افهم شو اللي عم تحكي مع البنت؟ نحن ما لنا راجعين، حبيبتي رح نضل هون، فهمتي؟ طبعا واضح انه هذا البيت مانو مناسب لنعيش فيه، ما هيك؟ ها؟ لا ابدا مو هيك، كل القصة انه في شوية شغلات بدها تزبط، موضوع المي السخنة ما تاكلها، وهلا في راس رح يحله. شيرين بلا عنادك وخلينا نمشي فورا. معقول نمشي بسبب هيك شغلات يعني؟ حاجة بقى، أنا ما عم بفهم شو اللي عاجبك بالقعدة هون؟ في عنا أكثر من بيت ممكن نعيش فيهم، وكلهم أحسن من هذا. أنا بشوف إنه هذا أحسن بيت لحتى نعيش فيه، بتوقع إنه حكينا مبارح كثير. بنتي صحة يا بابا. شيرين انت متأكدة انه حرارتها مو مرتفعة؟ طبعا متأكدة عمار. وكيف انت حضرتك متأكدة بهالبيت التحفي ما في اي ميزان حرارة؟ طيب خلص بقى، هلأ دكتور بيفحصها وبيعرف شبهها. اوف شيرين، اوف شيرين، قولي لي انها منيحة. لا تخاف حبيبي، هي منيحة كتير. اسمعي، سلمي لي على امي زهرة خانو. ما بدنا نروح على هداك البيت، اخدين اميرة على الدكتور وراجعين. باي فراس. باي، معك. يضرب ما أغباه. ليش هيك قصص الصور بالغلط؟ شو أعمل فيه؟ ما بيعرف إنه الجوازات في إلهم مقاس معين للصور؟ ما في مشكلة، هلا نحن منزبطهم على المقاس. بتحبي تشربي شي؟ ايه شوية مي بعدين بدي امشي. ماشي، صار فينا بكرة نسافر. مو كأنه مستعجل كتير؟ لا مو هيك الموضوع، بس شو بده يقعدنا هون؟
بعدين كل شيء صار جاهز، ليش نستنى؟ بس فكرت انه في معنا لسه يومين ثلاثة. في شيء لسه مو مخلصتي؟ بعد يومين عيد ميلاد يوسف وحابة احتفل قبل ما نروح. يعني بدك نأجل كم يوم؟ ايه طبعا اذا هذا الشيء ما بيزعجك. لا وليش لحتى يزعجني؟ لازم تحتفلي مع يوسف. مرحبا زكي. هزار؟ إيناس؟ شو رأيك فينا؟ لا عم شو هاد؟ مين انتو؟ ما عجبك اللي عملنا؟ هو عجبني بس ايه كمل زكي. ايه انا وإيناس قررنا نقدم هدية لحالنا، شبك؟ عملت مانيكور كمان حلو. صار لازم نتعود على هالشي زكي، من بعد اليوم ما عاد القعدة مثل قبل. هزار ما بعرف شو رأيه بس أنا قررت أعيش حياتي وأتمتع، بدي أروح على السينما وعلى المسرح وبدي أقعد بالمطاعم وبجوز لاقي شي شب حلو حبه. ليش لا؟ وشو مشان يحيى؟ موضوعه شلته من راسي، خلصنا بقى. شلتيه خلاص؟ إيه نعم، ليش يعني لحتى ما أشيله؟ شو دخلني أنا، مالي علاقة أبداً. أنا بس بدي أقول لك إنك ما رح تلاقي حدا بيحبك قده. ما بيهمني. ما هو اللي استقال ومشي من هون؟ مرحبا، شو رأيكم؟ شو جنيتي أنت وياها؟ شو عجبناكم؟ لا والله مو لابقلكم أبداً. أوف على هالقصة، كركبنا حالنا كتير وعلى الفاضي. شفت الدكتور شو قال؟ قال بالعكس صحتها صايرة كتير أحسن من الفترة الماضية. أيه. حتى وشها مورد أكتر من قبل. أنا انبسطت كتير وتأكدت إنه نقلتنا لهذا البيت كانت مزبوطة. أساساً أميرة صايرة عم بتنام أكتر. ليش من هون؟ راجعين على البيت العائلي، مفهوم؟ ليه؟ بكفي الشي اللي مرق علينا بهديك الليلة. كبر عقلك عمر، أنا شو صار لي ساعة عم قول؟ طيب كانت ليلة هادية بس راجعين على البيت، انتهى الموضوع. فراس لحاله ضل هنيك. فراس هلا انا بحكي معه، ما تاكلي هم، بعدين في اكثر من شغله ممكن تسليه هنيك، وهلا ببعث له حدا من المزرعه كمان. ماني مصدق شو عم بتقول، على اساس حكينا واتفقنا؟ ايه حكينا واتفقنا، وبعدين طلع معي انه اميره صغيره وما فيها تعيش بهيك بيت. ليه بقى؟ مو هي اول ولد بيربى بهيك بيت، ما بتعرف غير اطفال كيف عم يربوا ويعيشوا وباي الظروف عم يكبروا، وحياتك هذا البيت بالنسبه لهم قصر. بس معك حق عمر، اصلان باش ما بيرضى يربي بنته هنيك، ما هيك؟ سلاح مو متكوك. آه كتير حلوة هي، من وين اشتريتيها؟ علي اشترى لي اياها. ذوقه حلو. انتو لهلأ لساتكم متزعلين؟ طيب ولأنت بتكون تبقوا هيك؟ ما أنا أساساً مو حابة نكون متزعلين، بس في كتير ظروف ومشاكل، يعني المشاكل بين العيلة. بعرف الوضع كله بعرفه، وفي مشاكل كمان، بس هذا ما بيعني إنكم تقبلوا وتستسلموا بهالبساطة. أنت وياه في كتير أمور بتجمعكم. قديش كنتوا مبسوطين مع بعض؟ أنا متأكدة فيكم تستمروا. إيه بس بقى لا بس ولا غير، وأنا مالي حابة أشوفكم بهذا الوضع. حكيت مع علي بالموضوع وهو كتير مهموم لأنكم مو مع بعض. انتو بتحبوا بعضكم وما بصير تبقوا هيك، واحد منكم لازم يبادر وهذا ما اسمه تنازل. كيف يعني؟ يعني روحي واحكي معه. الدكتور قال ما فيها شي، بس ياريت تبي عم تراقبيها إيناس لأنه حرارتها مرتفعة شوي، يمكن تكون مبارح أخذ برد.
طبعا اكيد رح راقبها، بس شو صاير معها؟ عم تبكي كتير؟ لا مو كتير. طيب ما عم تاكل منيح؟ لا مبلا. لاحظتوا علي انها عم تتشنج، ممكن يكون عندها مغص مثلا. لا ما في تشنج ولا اي شيء. لكان شو بها؟ عطست. ها عطست؟ ايه قلت لك انه ممكن تكون اخذ برد، اذا بتريدي راقبيها منيح. يسلموا الناس. الطقس كتير حلو وبيفتح النفس، شو رأيك نتمشى شوي وتغير جو؟ مو جاي عبالي، هيك منيح. بعرف انك مزعوج وعم تعاني، ليلى كانت شي كتير مهم بحياتك، بس يمرق شوية وقت وتفكر بتشوف انه ما في داعي تزعل لهالدرجة. راح تقول لحالك منيح اني صلحت هالغلطة. شو عم تقول؟ ايه نعم، طبعا غلطة ولو انت فيك تلاقي وحدة احسن منها بكتير، لا عيلتها ولا ماضيهم مناسبين لعيلتنا نهائيا. عشو زعلان؟ فيك تلاقي احسن منها بمليون مره، بكره بتلاقي لك شي وحده حلوه بنت عيله ومناسبه إنا. انت بتعرف انه اسم العيله مهم كتير. ليلى مو هي البنت المناسبه لعيلتنا، وقرارك تبعد عنها كتير صحيح. هي وضع عمر مثال قدامك، كمان خياره ما كان بمكانه. انا اكثر واحد محظوظ بيناتكم لانه عندي وحده مثل حنان. عم تفهم علي شو عم قول؟ مستني تخلص اللي عم تقوله. شو يعني ما عجبك كلامي؟ بتمنى لو كان واحد تاني غيرك عم يحكي هالحكي معي. ببساطة كنت مترك التربية والأخلاق على جنب، وبعرف كيف ورجي قيمته. جيهان شو في؟ ليش هيك عم تطلعي متفاجئة؟ شو انتي رجعتي؟ لا مو انا، انا توأم جيهان وكتير منشبه بعض. ماشي، طيب اهلك بيعرفوا انك رح ترجعي لهون؟ نوب، حبيت اعمل لهم اياها مفاجأة. فهمت. وبطاقة الطيارة خالتي هي اللي جابت لي اياها. بدي شوف هلأ لما رح تلتقي مع حنان قديش بدك تنبسطي. ما بيهم، بس اللي انا متأكدة منه انه رح تنبسط اكتر بشوفتي. أهلا وسهلا. شو شايفة مجلس العيلة كله مجتمع؟ لا اجتماع ولا شيء، بس حبينا نقعد كلياتنا بالصالون، وإذا حابة تقعدي معنا تفضلي وقعدي هون. شو مانك مجهزة شي جديد هالمرة؟ بعد ما سفرتيني ورجعت أكيد مانك مبسوطة. جيهان أنت مانك بوضع يسمح لك إنك تحاسبي حدا، بعد كل شي عملتيه لازم تبقي ساكتة، نحن اللي لازم نحاسبك مو انتي. بسبب الشي اللي عملتيه كنتي رح تفضحينا، فكرنا انه افضل حل بعدك شوي وبعتناكي على اسطنبول. بس حضرتك ولا فرقت معك، بعد 3 ايام تركتي كل شي ورجعتي لهون ولا كأنه صار شي. انتي عم تتصرفي بقلة ادب مو معقولة. انتي اخر وحدة بحق لك تحكي عن الادب. جيهان لا تتجاوزي حدود الادب وانتي عم تحكي مع امك. هي ابدا ما انا امي، هي بس مرت أب وبدها تدمر لي حياتي. شو شكلك حابة تلعبي دور القطة المسكينة المظلومة هلأ؟ لسه ما نسينا وقت اللي رحتي تفلتي مع عزيز وانتي بالبكالوريا، وبالجامعة صرتي ترافقي شباب مو معروف شو أصلهم، وبعد هيك رجعتي تطلعي مع عزيز مثل الأول، وفوق كل هاد كمان طلعتي مع ابن رفيق عائلتنا وشرحتينا. أنا بدي أقوم. إيه طبعاً معك حق. وإذا منتركك على راحتك رح على الأقل لوحدة فلتانة. شو ما عملت؟ يعني أنا ما تزوجت واحد كنت عشقانة أخوه مثل غيري. فهمينا ليش تزوجتي أبي؟ أكيد مشان تكوني عند القوي وتترفهي بالمصاري الكتيرة ما؟ ومشان تضمني مستقبلك، وطبعاً مشان تبقي قريبة من الشخص اللي بتحبيه، يعني مشان تكوني جنب عمي عمر وتبقي قادرة تشوفيه على طول. بدك تكسبي كل شيء وطبعاً قدرتي تعملي هيك. شو؟ أنت من وين عم تخترعي هذا الحكي الفاضي؟ حكينا أنا وخالتي كتير، يعني أخت أمي
أمي صباح إذا كنت بتتذكريها. كتير منيح إنك بعتتني على إسطنبول بابا، كتير استفدت من القعدة مع خالتي بعد كل هالسنين الطويلة. بكفي حكي فاضي وتخريف جيهان. ها هلا منشوف التخريفات. وهي الرسالة متذكرتيها؟ مو أنتي حاكية فيها عن حبيبك عمر وإنك ما عم تتخيلي الحياة من دونه؟ كنتي بعتي هي الرسالة لأمي وقت كانت عايشة، عم تطلبي مساعدتها، كان بدك منها إنه تساعدك وتوفق بينك وبين عمي عمر. هات يلا شوفها. ها أمي كانت خايفة منك على عمي عمر، ما بدها يتورط معك. أمي ما كانت رضيانة عن هالقصة، كانت تشوفك ملابقة لعمي عمر نهائيا ولا حتى مناسبة لتصيري كنا لعائلتنا. مسكينة فعلا يا أمي، قدرت تحمي عمي عمر منك بس يا حرام ما قدرت تحمي زوجها. نقلع من هون. عمل زكي زعلانه، ما عم تخليني البس ثيابي الجديده. يا حبيبتي انا بحبك اكثر لما تكوني لابسه هيك. او دخيله. شبكي تعبانه؟ قال شو اتصل يحيى، حكى مع بشار اليوم، قال باقي له كم غرض هون بالسياره وبده اياهم. يعني بده يجي لهون؟ بشار رح ياخذ له ياهون، مو حابب يجي. طبعا ما رح يجي لانه مو حابب يشوف ايناس. هاي شو الموضوع؟ كنت شاهده ما سمعت شيء. كنا عم نحكي عنكم. ايه عادي. يحيى مو حابب يشوفك. انا لازم روح شوي على غرفتي. طيب ماشي. دخيلك يا الله، ليش عم يصير مع هالناس هيك ما بعرف. تذكر شي أول مرة قعدنا مع بعض وقت اللي طلعنا تعشينا سوا برا؟ بوقتها أنت قلت لي إنك بحياتك كلها عشقت مرة واحدة بس. بتذكر صوتك وقتها، وقت اللي كنت عم تحكي عن حبك لمرتك صباح، وما بنسى تعابير وشك يومها. شو؟ بتتذكر هداك اليوم؟ بوقتها صدقك كان الشي الوحيد اللي أثر فيني. كان واضح إنك بتعشق بجنون ويمكن ما تحب غيرك كل عمرك. كنت مستوعبة هذا كله. هذا أكتر شي خلانا نقرب من بعض خليل، كنا عايشين نفس الحالة. مو دائما الحب بيخلق بين الناس بنفس البدايات، ومو دائما التفاصيل بتكون نفس الشي. الأمور المشتركة بتقربهم من بعض، ولهذا السبب أنا تزوجتك، وهو السبب نفسه اللي خلاني أحلم بولد منك. عن جد بحبك خليل.